غبار على المناطق الوسطى وتحديدا في حفر الباطن وايضا امطار رعديه جنوب غرب المملكه ورياح نشطه على البحر الاحمر، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا بالنظر إلى خرائط سرعة هبات الرياح الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك نشاط للرياح في المنطقة الشمالية من المملكة، ومن المتوقع أن تتشكل موجات غبارية قد تصل إلى المناطق الوسطى والشرقية، لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. تكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة، ومتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 6 كيلومترات في الساعة. ننتقل لمعرفة الأجواء خلال 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض. يوم الأربعاء والخميس درجة الحرارة ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية، ولكن متوقع أن يكون هنالك بعض زخات من الأمطار يوم الخميس مساء. أما يوم الجمعة فمتوقع أن تكون درجة الحرارة من 34 مع احتمال زخات من الأمطار مساء، وتكون درجة الحرارة 24 درجة مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة ليوم الغد في أغلب مناطق المملكة، ونبدأها من تبوك من 29 إلى 13 درجة مئوية، في سكاكا من 30 إلى 18 درجة مئوية، في عرعر من 29 إلى 17 درجة مئوية ليلاً. أما في مكة المكرمة من 40 إلى 26، في الطائف من 30 إلى 21، المدينة المنورة من 39 إلى 26، وفي جدة من 33 إلى 24 درجة مئوية ليلاً. في أبها متوقع أن يكون هنالك زخات من الأمطار الرعدية، لتكون درجة الحرارة نهارا ما بين 28 و 18 ليلا، أما في جازان من 34 إلى 30 درجة ليلا، وفي الباحة أيضا متوقع زخات أمطار رعدية من 25 درجة إلى 19 درجة مئوية ليلا. في الدمام من 34 إلى 23، في حفر الباطن متوقع أيضا زخات أمطار رعدية، لتكون درجة الحرارة من 40 نهارا إلى 22 درجة مئوية ليلا، وفي الإحساء من 38 إلى 23 درجة مئوية. في الرياض من 39 إلى 27 أجواء حارة، في بريدة من 38 إلى 23، وفي حائل من 32 درجة إلى 20 درجة مئوية ليلا. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.